ما يتعلق بجثمان السيد الشهيد نصر الله، هل يشاع أنه دفن في مكان معين على سبيل أو بطريقة الأمانة، هل هذا صحيح؟ طيب أنا خليني أقول لك مسألة، يعني حتى من الناحية الشرعية أو حتى من ناحية هل دفن أم لم يدفن كأمانة، هل هذا الأمر يعني شو بيقدمه بأخر بالنسبة إلينا حتى على صعيد المعلومة، على صعيد تأثير النفسي، ما بيقدمه بأخر. نحن بالنسبة إلينا سماحة السيد هو حجة الله على الأرض، هذه الحجة قد استشهدت، انتقل الجسد من مكان إلى مكان، بينما الروح التي تركها سماحة السيد بالمبادئ، بالقيم، بالمدارس، بالعناوين، بالنهج، نحن نسير عليها الآن. هذا الذي يجب أن نلتفت إليه. حاول البعض من خلال بعض القنوات التي أصبحت علناً هي قنوات عبرية ناطقة بالعربية مع عملاء إسرائيليين قد ثوكموا في لبنان بالعمالة لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي، أن يمارسوا علينا كجمهور مقاوم، لا أقصد فقط في لبنان بل كل من هو مؤيد لسماحة السيد وخط المقاومة، أن يأخذوننا إلى مكان آخر، يعني يشغل بالنا بجثمان سماحة السيد، من الذي صلى عليه، كم شخص كانوا موجودين، ما نحن خسرنا السيد، صلى عليه واحد ولا صلى عليه مليون ولا صلى عليه ألف. اليوم يجب أن نركز وبكل ما نمتلك من قوة على الصعيد الإعلامي وعلى الصعيد الجهادي وعلى الصعيد المجهود أن نركز على الجبهة، وصدقا أقول لك بكل صراحة بأنه بإذنه تعالى عندما يتحقق الانتصار سيشيع جثمان سماحة السيد وسيكون هناك تشيع مهيب عالمي يشارك فيه كل المحبين بتفاصيله التي سيحددها حزب الله في يوم من الأيام. هذا المهم اليوم الذي يجب أن نركز عليه. هل دفن في مكان ما وديعة؟ كذلك هذا الأمر لو كان موجود كان حزب الله قال أنه نحن في إجراءات معينة قمنا بدفن جثمان سماحة السيد كوديعة حتى يتم الهدوء والاستقرار الأمني وتنتهي هذه المعركة وبعدها لكل حادث.